أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من نتيجات الصحافة ونناقش فيها آفاق الحكومة الجديدة والتحديات المطروحة، تحذيرات من عواقب التدخل العسكري، قلق حيال الوضع الأمني في البلاد. نبحث في هذه الموضوعات مع ضيفنا عبر سكايب من جنيف الصحفي فايز سويري. أهلا وسهلا بك أستاذ سويري. أهلا وسهلا، مرحبتين بي. رغم أجواء التفاؤل بمستقبل الحكومة المرتقبة وأفاق المسار السلمي بالبلاد، إلا أن بعض المشككين في نجاح الاتفاق على المدى البعيد يرون تحقيق ذلك أمرا صعبا، معتبرين الحوار الليبي البديل على وشك الانهيار، وذلك بسبب الانشقاقات بين الطرفين الرئيسيين في البلاد. وأن أنجاح هذا الاتفاق يتوقف على تقديم المعارضين له من المكونات السياسية في البلاد العديد من التنازلات للالتقاء مع نظرائهم على أرضية واحدة. بيّن الكاتب أحمد شرعي في مقال على موقع The Digital Interest أن إمضاء اتفاق السلام الليبي في مدينة الصخيرات المغربية مؤخراً يمثل بارقة أمل لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا. وأشار الكاتب إلى أن أعضاء من البرلمانين المتناحرين شاركوا في الإمضاء على هذا الاتفاق، وهو ما يجعل الآمال عالية بشأن قدرته على توحيد البلاد فضلاً عن تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقد يمثل أيضاً منعطفاً جديداً في الحرب ضد تنظيم الدولة الذي أرسأ موطئ قدم له في ليبيا. في الوقت نفسه أشار الكاتب إلى أنه من المتوقع أن يفتح القرار الجديد لمجلس الأمن الباب للحكومة الليبية الجديدة لطلب الدعم من القوى الخارجية لمجابهة التنظيم. وقد تحدث السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي مؤخرا لصحيفة الشرق الأوسط عن توقعه تنفيذ ضربات وشيكة، وذكر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا. وبيّن الكاتب أن الليبيين يدركون جيداً أن الدعم العسكري المرتقب من أوروبا وربما الولايات المتحدة لن يهدئ من مخاوف الغرب بشأن تنظيم الدولة في الشرق الأوسط، وسيكون التحدي بالنسبة للسياسيين الليبيين الاستفادة من هذه اللحظة النادرة لدعم تفعيل الوحدة التي يدعو لها اتفاق الصخيرات، وهي فرصة لن تعاد مرة ثانية. بيّن الكاتب كان هانلي في مقال على موقع ديجيتال جورنال أن الأمر يتطلب حوافز كثيرة لأولئك الذين لم يوقعوا على اتفاق السلام الليبي للقيام بذلك، حيث اجتمع أعضاء مجلس النواب مؤخراً للمصادقة على الاتفاق على الحكومة الجديدة. وقد ذكرت صحيفة ليبيا هيرالد أن الداعين إلى الاجتماع هم 92 عضواً الذين أصدروا سابقاً بياناً يدعمون فيه الاتفاق، شرط أن يبقى خليفة حفتر قائداً عاماً للجيش الوطني الليبي وتغيير بعض الأسماء في الحكومة. كما تمت الدعوة لهذا الاجتماع في معارضة لأقلية من المجلس بقيادة رئيسه عقيلة صالح. وأبرز هانلي أنه فيما غير صالح رأيه على ما يبدو وأبدى استعداداً لدعم الاتفاق، ليس من الواضح كم بقي من المعارضين له، وهو ما قد يعيق عقد جلسة التصويت. وأضاف أن أولئك الذين يدعمون الاتفاق سيقومون بذلك شرط إبقاء حفتر قائداً للجيش الليبي. وأشار الكاتب جيسون باك في مقال له على موقع ليبيا أناليزيس إلى أن الحوار الليبي البديل على وشك الانهيار، ففي الوقت الذي أصبح فيه المؤتمر الوطني العام ضعيفاً يبدو أن تسوية من مجلس النواب ستجعل حكومة الوحدة أقل جاذبية بالنسبة لأعضاء المؤتمر بسبب إشكالية حفتر، وقد يؤدي ذلك إلى نشوب صراعات وانقسامات بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية وأولئك الذين هم داخل مجلس الدولة الذين هم أصلاً من المؤتمر الوطني العام. ويعتقد باك أنه من أجل الحصول على مزيد من الدعم للحكومة الجديدة يجب القيام بالمزيد من التنازلات التي لا تصب فقط في مصلحة مجلس النواب وحفتر، واعتبر أن ليبيا قد تتجه إلى المزيد من الصراع إذا بقي حفتر قائداً للجيش. سيد سويري، أبدأ معك المحور الأول. الكاتب أحمد شرعي في مقاله كان متفائلاً بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ما الذي يجعل الآمال عالية في رأيك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ربما الآمال العالية جداً لديه هو طبعاً، أما فيما يتعلق بالواقع الليبي فهناك
خلط بين الأمل والآلام، هناك خلط بين التفاؤل والتشاؤم، هناك يعني ترقب وانقسام وخوف. لا نستطيع أن نقول أن كل الليبيين متفائلون، كما لا نستطيع أن نقول أن كلهم يعني متشائمون. فالموضوع إلى الآن، خصوصا قبل أن تبدأ هذه الحكومة وتستلم مهامها، سيظل الجدل قائما، والنقد الشديد يقابله التأييد الشديد سيظلا قائمين، يعني إلى أن تبدأ هذه الحكومة. ربما مع بدايتها يعني ستقل حدة هذا الطعن، وستتغير كثير من المجريات. نعم فربما تحليل من عندي هو الكاتب أنه يعني يرى أن الأمور مبشرة، نعم فنتمنى ذلك وصلت يعني. فكرتك في هذه النقطة أستاذ فايز. شرعي أوضح أيضا أن إجراء المفاوضات في الصخيرات ليس من قبيل الصدفة، وهنا المغرب قامت بدور مهم في إقناع الأطراف الليبية. ما حجم نفوذ المغرب في ليبيا، وكيف كان تأثيرها على مسار الحوار في رأيك؟ يعني حقيقة في الظاهر لم نعلم للمغرب أي دور في الشأن الليبي إلا فيما يتعلق بضيافتها لحوار الصخيرات يعني، أما فيما عدا ذلك فليس هناك دور للمغرب. ولكن لا شك أن كونها تحتضن هذا الحوار وهذه المفاوضات، لا شك أنها يعني لعبت دورا خلال هذه المدة فيما يتعلق بهذا الجانب فقط، وليس في كل القضية الليبية، خصوصا فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر للمتحاورين في المغرب، في تواصل عمليات التواصل التي تقوم بها أجهزتها، ربما الاستخباراتية والدبلوماسية والسياسية وغير ذلك. فيما يتعلق باحتضانها هذه المفاوضات، لا شك أن لديها دور، وأنها ربما ليست هي التي اختارت المكان، بل المجتمع الدولي اختار المكان ربما لبعد المغرب، ولأنها يعني تنعم باستقرار سياسي وأمني إلى حد ما، وأنها ليست طرفا ذا جدل بالنسبة للأطراف الليبية، نعم فهي لم تؤيد أحد الأطراف، وهي تقف على مسافة واحدة من الجميع. فربما هذه يعني المواصفات تجعل المغرب يعني مكانا إيجابيا نعم لاحتضان هذا المسار يعني طيب في التفاوضي. سياق التوافق، الكاتب كان هاني رأى أن الأمر يتطلب حوافز لربما كبيرة للذين لم يوقعوا على الاتفاق في الصخرات. كيف يمكن الاستجابة إلى هذه الفكرة من دون أن تعيق الاتفاق؟ يعني إذا كان يقصد بالحوافز هو المغريات التي تقدم للأشخاص والأطراف، فهذه حقيقة مسألة يختلف فيها الناس منذ القدم. يعني هناك من تغريه الحوافز، وهناك من سيرفضها ويجعلها دليلا على محاولة شراء الذمم وغير ذلك. لكن ربما الأهم في وجهة نظري هو زيادة التواصل مع الأطراف المقاطعة، و يعني محاولة إزالة تحفظاتهم والنقاش حولها بشكل أكثر عمقا، وتقديم ضمانات وطمأنة لهذه الأطراف نعم حتى يعني تلحق بالركب يعني. نعم طيب وبالحديث عن اتفاق رئاستي المؤتمر الوطني ومجلس النواب، ما قيمته في الوقت الحالي؟ لاسيما أن البعض يظن أنه على وشك الانهيار. يعني حقيقة أنا لم أرى يعني كثيرا من التوافق لدى الرئاستين، يعني التوافق حقيقة لا يأتي بين عشية وضحاها، التوافق هو ثقافة وسلوك، ويحتاج فترة من الزمن لترميم الثقة المكسورة بين الأطراف، وهذا لم يحدث بين الرئاستين. يعني فجأة التقيا، وهذا طبعا هذه بادرة طيبة لا شك يشكرون عليها وتشكر الأطراف التي سعت في ذلك، لكن أن نقول إنهما متوافقان يعني، هذه مسألة لا يزال الحديث مبكرا عليها. ولكن ما رأيناه ربما هناك يعني خلاف وجدل حتى داخل هذه الأطراف، داخل كل طرف على حدة، سواء المؤتمر والبرلمان، هناك انقسام في البرلمان حول
اتفاق الصخيرات، وهناك انقسام في المؤتمر حول اتفاق الصخيرات، انقسام يصل إلى حد إلى الرئاسة، يعني رئاسة المؤتمر منقسمة، فمن وقع في الصخيرات على نعم الحكومة نائب رئيس المؤتمر، ومن وقع في الصخيرات أيضا من الطرف الآخر هو نائب رئيس البرلمان، فالاختلاف والانقسام واصل إلى حد الرئاسة، وبالتالي أنا أعتقد أنه من الصعب الحديث عن توافق بين الرئاستين في المرحلة الحالية، فهما يعني أيضا منقسمتان حول الموضوع. نعم طيب، دعم الحكومة الجديدة يحتاج إلى مزيد من التنازلات التي قد لا تصب في مصلحة مجلس النواب وحفتر، وفقا لما ذهب له الكاتب جايسون باك. ما نوع التنازلات المطلوبة في هذا الظرف بالذات في رأيك؟ يعني هناك كثير من النقاط تحتاج الحديث حولها. أولا الحديث عن الحرب الدائرة خصوصا في مدينة بنغازي، ويجب أن تتوقف فورا دون قيد أو شرط من جميع الأطراف، يجب أن تتوقف هذه الحرب مباشرة. هذه الحرب الذي شنها هو طرف مجلس النواب، يعني هو الذي شرعنا لهذه الحرب ولمن يقودها، ويعني جعل من مجرم حرب وقاتل ومسرف بالدماء جعل منه قائدا لجيش، فبالتالي وجود هذه الشخصية التي شرعنا لها مجلس النواب يجب على مجلس النواب أن يتنازل عن هذه الشخصية وأن يجد مخرجا ما، لا أدري كيف، ويجب أن يجد هذا المخرج. طيب في نفس سياق حديثك سيد فايز، البعض يرى أن بقاء حفتر في المشهد الليبي سيعقد الأمر ويسبب انشقاقات جديدة، هل تتوقع الاستغناء عنه في المرحلة القادمة ممكنا لربما الصداع بين الفرقاء كما يقولون أو يقول البعض؟ أنا أعتقد أن الموضوع لابد منه وليس مجرد رؤية فقط، يعني وجود حفتر في المشهد يعني أن يعني كل اتفاق سينهار حسب رأيي ووجهة نظري، فالأطراف الفاعلة على الأرض التي تمتلك السلاح وحتى الأطراف السياسية حقيقة يعني غير وارد لديها ابدا وجود حفتر، اقصد من الطرف الاخر طبعا غير وارد لديها وجود حفتر كلاعب في المشهد القادم، فبالتالي على الجهات الفاعله والجهات التي تمتلك ادوات الضغط ان تكون واضحه في هذا الشان، و يعني تضغط من اجل ابعاد هذه الشخصيه وحلحله الامر بطريقه ما، لا اريد الان ان حد طريقة نعم. بعينها، ولكن هذه الشخصية ينبغي أن تبتعد عن نعم المشهد إذا أريد واضح. بهذا للاتفاق نذهب يعني. سيد سويري إلى المحور الثاني، ابقى معنا. في الوقت الذي يتم فيه تداول النظريات والمقترحات بشأن تدخل العسكري المرتقب الذي يعتقده البعض من المتابعين للشأن الليبي بات وشيكا وأنه في انتظار ترتيبات الأخيرة له، يحذر البعض الآخر من المشاركين في التدخل العسكري الأول من عواقب هذا الخيار ومن تكرار ما أسموه بنفس الأخطاء، وهو ما يحيل إلى المعادلة الصعبة التي يسعى إلى تحقيقها المجتمع الدولي، وهي تعديل الكفة بين نتائج التدخل العسكري والتصدي لما أسموه بالخطر الإرهابي. ذكر الكاتب الفرنسي والمستشار لدى البنك الدولي أوليفي دوزون في تحليل نشره موقع مجلة هافينغتون بوست الأمريكية في نسخته الفرنسية أنه في الوقت الذي تستمر فيه التطلعات الجوية الاستطلاعية في المواقع التي يسيطر عليها داعش في ليبيا، أصبحت فكرة التدخل الجوي في ليبيا أكثر من عاجلة، خاصة مع تعثر المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا. ويقدر دوزون أن التدخل العسكري في ليبيا سيكون في شكل ضربات جوية على مواقع داعش والقيام بعمليات خاصة تنطلق من القاعدة العسكرية الفرنسية بمداما شمال النيجر القريبة من الحدود الليبية، مع إمكانية إرسال قوات إلى ليبيا لحماية المؤسسات التابعة للحكومة الليبية. ويعترف الكاتب أن أي تدخل غربي جديد قد يزيد من حالة الانقسام المناطقي، وما يجعل أي تدخل دولي جديد أمراً حساساً. علاوة على ذلك يوجد انقسام إقليمي حيال التدخل في ليبيا، حيث يساند رؤساء كل من مصر ومالي والنيجر والسنغال وتشاد هذه الفكرة، فيما تعارضها الجزائر وتونس والسودان.
ذكر نائب رئيس التحرير بقناة فرانس دو إيتيان لونار في تصريح نشره موقع القناة العمومية الفرنسية أنه على هامش المعلومات بخصوص إمكانية تدخل فرنسي جديد في ليبيا، على باريس الحرص على عدم تكرار أخطاء الماضي. وأقر التقرير أن التدخل العسكري في ليبيا ما زال أمرا مستبعدا. ويقول لينار: العسكريون الفرنسيون يقومون بإعداد مخططات عسكرية ليكون الجيش مستعدا لكل الاحتمالات، وهذا يبقى في صميم عملهم، لكن السؤال يبقى مطروحا حول التدخل من عدمهم. ويضيف الصحفي الفرنسي: تدخلت فرنسا إلى جانب دول أخرى في السابق في سياق مختلف جدا عن السياق الحالي، فليبيا تعاني اليوم من فوضى سياسية وانقسام إلى ثلاثة أجزاء وحكومتين متصارعتين بين من سل تنظيم الدولة محاولا تثبيت أقدامه في التراب الليبي. ويضيف الصحفي في معرض تدخله في نشرة أخبار الثامنة على قناة فرانس دو: دون وجود أي سلطة قوية ومستقرة في ليبيا، أي تدخل عسكري لن يغير الشيء الكثير، ولذلك علينا عدم تكرار نفس الأخطاء. يجب العمل أولاً على المستوى السياسي ودعم إنشاء حكومة وحدة وطنية منتظرة في منتصف يناير القادم، ومن ثم يمكن التفكير في تدخل عسكري دولي لدعم السلطات الليبية الجديدة في حربها ضد الجماعات الجهادية هناك. ويخلص لينار إلى القول إن التدخل يبقى ممكن، لكن تبقى نتائجه غير مضمونة، رغم أن كل الدول المهددة من قبل تنظيم الدولة مقتنعة بضرورة التدخل في الساحة الليبية على المدى القريب أو البعيد. سيد سويري، بداية هافينغتون بوست في نسختها الفرنسية نشرت للكاتب الفرنسي أوليفي دوزون تحليلا يقول فيه إن التدخل العسكري في ليبيا سيكون في شكل ضربات جوية على مواقع ما يعرف بتنظيم الدولة. إلى أي مدى بات هذا التحرك عاجلاً لسيما بعد تعثر المفاوضات الأممية كما ذهب دوزون؟ حقيقة يعني الفرنسيون وكغيرهم يعني من شخصيات المجتمع الدولي منقسمون حيال هذا الموضوع. يعني تجد من يضغط من أجل التحرك العسكري والتدخل المباشر، وتجد من يرى أن هذا التحرك يعني ليس ذا جدوى، يعني وأن التحرك ربما يأتي بنتائج عكسية. وأنا أميل إلى الرأي الثاني، أن التحرك بهذه الكيفية التي يتحدثون عنها وهي التدخل المباشر والضرب المباشر سيأتي بنتائج عكسية. يعني أن حتى في فترة ثورة 17 فبراير عندما يعني تدخل المجتمع الدولي وكان تدخل بدعم شعبي وطلب شعبي كبير، إلا أن ذلك أدى إلى تغيير كثير من الناس وجهات نظرهم باعتبارهم كانوا يرون ذلك تدخلا غربيا وصليبيا وما إلى ذلك، رغم أنهم كانوا يعارضون القذافي ولكن انحازوا إليه بسبب هذا التدخل. فنخشى أن هذا الذي سيحصل إن حدث تدخلا مباشرا بشكل غير مدروس وإلى ما ذلك، فيحدث التفاف حول من يريدون محاربتهم ومن نرى أنهم يعني أنها جهات لا تدعم استقرار الأمن في ليبيا. فبالتالي هذا التدخل ينبغي أن يكون مدروسا، ينبغي أن يكون ليبيا صرفا، ولا بأس من دعم غير مباشر من أطراف المجتمع الدولي، ولكن الأصل هو نعم. هل تراه يعني تحرك عاجلا في رأيك؟ هم هكذا ينظرون إلى الأزمة الليبية في رأيك؟ العاجل الآن هو الاستقرار السياسي في ليبيا، هذا هو الأمر العاجل، هو الذي سيؤدي إلى قدرة السلطات الليبية الجديدة على مواجهة كل التحديات، سواء التحديات الاقتصادية أو الأمنية المتمثلة في الإرهاب وغيره. وهنا عندما نتحدث عن الإرهاب لا أتحدث فقط عن تنظيم الدولة أنا، ولكن أيضا أنا أنظر إلى خليفة حفتر وميليشياته أيضا من داعمي الإرهاب ومن الجماعات أحسبهم على نعم. الجماعات طيب الإرهابية. سيد فايز، إقليميا دوزون يقول نعم. سيد فايز، دوزون يقول إن الانقسام موجود بين الدول الإقليمية فيما يخص التدخل، وبين أن مصر ومالي والنيجر والسنغال وتشاد يؤيدونه فيما تعارضه الجزائر وتونس والسودان. كيف ترى مصالح هذه المواقف المتباينة في ليبيا؟ يعني أنا لا أحجر على أي دولة لديها مصالح أن تدافع عن مصالحها، لكن أنا كليبي أتحدث في الجانب الأول عن المصلحة الليبية. أنا ما أرى حقيقة
أن الجزائر مثلا والسودان وغيرها انحازت بشكل أكثر من غيرها إلى محاولة الدفع بالاستقرار في ليبيا، وتخشى هذه الدول من وجود قوات أجنبية على الأرض الليبية مما يؤثر على أمنها القومي سلبا، تصبح هذه القوات جارة لهم وبالتالي يؤثر على أمنها سلبا، نعم وهي بذلك تضغط بشكل كبير على عدم حدوث هذا التدخل، عكس الدول الأخرى التي ربما اعتادت على مثل هذه التدخلات وربما إرادتها ليست بيدها وإرادتها مسلوبة، وبالتالي لا يهمها الأمر كثيرا أن يوجدت قوات بجوارها أو لا، لأنها لا تنظر إلى نعم المستقبل البعيد بينما تنظر تحت أقدامها حسب وجهة نظري. نعم أستاذ سواري، نذهب إلى المحور الثالث، ابقى معنا. يحيل حديث البعض من المتابعين للشأن الأمني في البلاد إلى وضع المنظومة العسكرية على أنها في حاجة ماسة إلى دعم خارجي لتعزيز صفوفه ودعم قواته، خاصة بالنظر إلى ما وصفته بعض الصحف بتفوق قوات ما يعرف بتنظيم الدولة تكتيكيا وعسكريا، وهو ما قد يفتح الباب أمام بعثة دولية لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية في مجال الأمن والدفاع وفقا لما جاء في الصحف. ذكر الصحفي المختص في شؤون الأمن والدفاع جيانانادرا جياني في مقال نشر بالمجلة الإيطالية أناليزي ديفيزا أن قرار الأمم المتحدة توفير دعم دولي لحكومة الوحدة الوطنية قد لا يحل المشكلة العسكرية التي تعانيها البلاد، وأوضح أن تشكيل جيش جديد في ليبيا سيتطلب وقتا طويلا، وهو ما قد يسمح للتنظيمات الجهادية وعلى رأسها تنظيم الدولة بالمزيد من تعزيز وجودها والتوسع في مناطق أخرى، وهو ما قد يضطر بعض القوى الغربية للتدخل مباشرة لمواجهة تهديدات مثل هذه التنظيمات. وأفاد الصحفي الإيطالي بأنه في أفضل الحالات ستستقر الحكومة الجديدة في نهاية يناير بالعاصمة طرابلس، فيما سيستغرق إدماج العدد الكبير من الميليشيات التي ما يزال عدد منها يتقاتل داخل جيش واحد عدة أشهر، ويعد هذا وقتا طويلا ستستفيد منه التنظيمات الجهادية مثل أنصار الشريعة المنتشرة في برقة الغربية وميليشيات تنظيم الدولة التي تسعى إلى التوسع انطلاقا من سرت نحو مرافق النفط في السدرة فضلا عن موسراتا وصبراتا. سيد سواري، بداية المقال الذي نشر على المجلة الإيطالية أنليزي ديفيزا تحدث عن حكومة الوفاق والمشكلة العسكرية التي قد تواجهها، هل يمكنها تفادي هذه التحديات وإدماج المجموعات المسلحة إليها؟ يعني حقيقة عندما نتحدث عن تحديات فهي يعني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى تحدي كبير، وهو يعني قد ينجح وقد يفشل، هذا كل المعطيات معطيات للأسف، يعني الفشل والنجاح موجودة، إضافة إلى أن عامل الزمن يجب أن يكون حاضرا ولا ننتظر من حكومة وليدة في ظل هذه الظروف المعقدة أن تحدث إنجازات في فترة زمنية قياسية، فبالتالي يعني هذا يعني مسألة الدمج والتعامل مع الميليشيات نعم. هذه يعني تحتاج نعم. وقتا حتى لدى الدول ذات الإمكانيات الكبيرة، فما بالك يعني بدولة نعم مثل واضح. ليبيا طيب سي سواري، حتى لا يضيع الوقت فقط أعذرني على المقاطعة، حسب المعلن بداية هذا العام الجديد من المفترض أن تستقر هذه الحكومة، هل وجودها وهي قد شكلت بعد مفاوضات أممية يقوي من تحالفات المسلحين ومنهم ما يعرف بتنظيم الدولة على الأرض باختصار لو سمحت؟ أنا أعتقد أن التحالفات مع تنظيم الدولة مستبعدة من قبل الجماعات الأخرى حتى الجماعات الإسلامية، لكن ربما الأطراف المعارضة الأطراف السياسية المعارضة ربما تتحالف، بعض من أطراف المؤتمر وبعض من الجهة الأخرى من البرلمان قد يكون هناك تحالف بينهم، ولكن أنا أعتقد لو هناك حوار مكثف معمق هذه الفترة سيزيل كثيرا من الإشكالات والعقبات. نعم بهذا انتهت حلقة اليوم، أنا أشكرك ضيفنا عبر سكايب من جنيف الصحفي فايز سويري، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. كما ننوه مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للإعلام، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومحدثكم علي نشوان، في أمان الله.